بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات مع الفصل الثاني الدرس الثاني تقدير نواتج الجمع، ومع الجزء الثاني من الدرس وحل مسائل التدرب. نبدأ مع بعض الدرس إن شاء الله وحل المسائل. مسألة بيقول لك أقدر ناتج الجمع باستعمال التقريب. عندك هنا المسألة الأولى بيقول لك 64 زائد 34، قدم قال لك بالتقريب يبقى هنقرب الأعداد دي. ها الأربعة، أيوة بخيلة ما تعطي، بحطينا الستة زي ما هي بتقريب الأربعة وستون كام؟ الله الله ممتاز، ستون. طيب والأربعة وثلاثون تقريبا كام؟ الله 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 جميل، يبقى إيه؟ ثلاثون. يبقى هذه هنا تقريب أربعة وستون ستون، وتقريب أربعة وثلاثون ثلاثون. جميل جدا، نجمع بقى ستون زائد ثلاثون، أيوة كام؟ إيه؟ صفر زائد صفر صفر، ايوه. و6 زائد 3، ايوه 6 زود عنها 3 صارت كام؟ الله 9. يبقى الناتج كام؟ الله الله ممتاز، 90. اجابه صحيحه. المساله اللي بعدها رقم 10 بيقول لك 85 زائد 11، ايوه هنقرب الخمسه كريمه يا استاذ، تحت الثمانية 1 تصير 9، يبقى صارت 90. طب والواحد دخيل يا استاذ ما يعطي، يبقى هتن الواحد العشرة زي ما هو كما هو، يبقى هتظل 10، يبقى احسن. بين ايه؟ ال 85 تقريبها 90، وال 10 وال 11 تقريبها 10، يبقى نجمع ايوه 90 زائد 10 كام؟ خلاص مش محتاجه مش محتاجه. جميل جدا، ايوه الاجابه كام؟ الله الله 100، اجابه صحيحه اجابه صحيحه. جميل جدا، المسألة اللي بعدها 56 زائد 22، ايوه 6 يا استاذ كريم، تعطي للخمسه 1، جميل تعطي للخمسه 1 صارت كام؟ صارت ايوه صارت 60، صارت ايه؟ 60. طب الاثنين هنا ايوه بخيله ما تعطي الاثنين تصير كام؟ ايوه 20. جميل جدا جدا ممتاز، 56 تقريبها 60 وال 22 تقريبها 20، نجمع ايوه 60 زائد 20، 60 ريال زودنا على 20 ريال صارت كام؟ الله صاروا كام؟ الله 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 ممتاز، ايوه ايوه 80 صح، اجابه صحيحه. جميل، المساله اللي بعدها ايوه 11 زائد 62، ايوه هنقرب ال 11، ال 11 الواحد ما يعطي يا استاذ، يبقى ال 11 هتصير 10. طب وال 62؟ ال 62 اصلا الاثنين بخيله، ما تحت السته هتبقى كام؟ الله 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 60، يبقى هنقول بكام؟ هنضربهم 10 زائد 60، 10 ريال مع 60 ريال ساوي كام؟ الله الله ايوه كده صح، ممتاز بارك الله فيكم، ايوه كده 70، ايوه 70. طيب 49 زائد 20، ايوه ال 9 يا استاذ كريم هتعطي ال 4 1 تصير كام؟ 5 صارت كام؟ 50، وال 20 كما هي 20، يبقى هنقول كام؟ يبقى 49 تقريبها 50 وال 20 تقريبها 20، يبقى ايوه الناتج كام؟ الله 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 50 زائد 20 كام؟ ايوه صح، الله الله 70، اجابه نجي المساله اللي بعدها 18 زائد 41، جميل ال 8 يا استاذ تعطي ال 8 يا استاذ، يبقى تعطي ال 1 تصير كام؟ تصير 20، وال 1 هنا ما يعطي ال 4 صارت كام؟ 40، جميل جدا صارت 20، 18 تقريبها 20، ها وال 41 تقريبها كام؟ 40، يبقى صارت كام؟ الله 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 20 زائد 40 كام؟ ايوه ايوه الله الله ما شاء الله 60، اجابه صحيحه. اقدر ناتج الجمع باستعمال الاعداد المتلاغمه، يبقى هنا مش تقريب، في اعداد متلاغمه. هنا اهو 23، احنا قلنا الثلاثه بتتحول في الاعداد المتلاغمه كام؟ قلنا ثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه يصيروا خمسه، يبقى هنا الثلاثه هتصير كام؟ خمسه، يبقى صارت 25، والثمانيه الثمانيه هتتقرب تبقى بقت 10، 10 نزودها على ال 20 في العشرات صارت كام؟ الله صارت 30، يبقى هو هنا بتاع الخمس 23 بالاعداد المتناغمه 25، و 28 بالاعداد المتناغمه تصير 30، يبقى هنجمع بقى 5 في الاحاد زائد 0 هنا في الاحاد صارت 5، جميل،
واثنين زائد ثلاثة أيوة خمسة، يبقى الناتج كام؟ الله الله ممتاز، إيه ده؟ 55 إجابة صحيحة. جميل جدا. السؤال اللي بعده أيوة 94 زائد 14، الأربعة يا أستاذ تصير كام في الأعداد المتناغمة؟ تصير خمسة، يبقى الـ 94 هتصير 95، كذلك هنا الأربعة هتصير خمسة كذلك، يبقى الـ 14 هتصير كام؟ أيوة 15. 94 صارت كام؟ 95. طيب وال 14 صارت كام؟ 15. نجمع بقى 5 زائد 5 10، صفر معانا الواحد، نحط الواحد على التسعة صارت 10، 10 زائد 1 هنا في العشرة ايوه 11، يبقى الناتج كام؟ الله الله ممتاز، الله 110 صح. جميل ها اللي بعدها ايوه 80 زائد 15 ايوه ال 80 هتظل كما هي ايوه لان الصفر يظل صفر. طيب والخمسه وال 15 هتظل الخمسه زي ما هي لان هنا الخمسه تظل ايه؟ خمسه بالاعداد المتناغمه، يبقى نفس الناتج هتم كما هو، يبقى ايه 80 بالاعداد المتناغمه 80 وال 15 بالاعداد المتناغمه 15. نجمع بقى 0 زائد 5 5، 8 زائد 1 ايوه 9، يبقى الناتج كام؟ الله الله ممتاز، الله الله 95 صح. جميل جدا نكمل. ها 33 زائد 37 جميل ايوه، الثلاثه تصير كام في الاعداد المتناغمه؟ الله 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 ايوه حفظته، خمسه تبقى تصير 35، كذلك السبعه تصير كام في الاعداد المتناغمه؟ الله السبعه تصير كام؟ خمسه، الله يبقى ايه؟ يبقى 37 تصير 35، يبقى هنقول بقى ايه؟ 35 زائد 35 35 زائد 35 يساوي كام؟ الله نجمع لحد مع لحد 5 زائد 5 10، صفر معانا الواحد، الواحد على الثلاثة صارت أربعة، أربعة وثلاثة أيوة سبعة، يبقى الناتج كام؟ الله 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 70 70 إجابة صحيحة. نكمل أيوة هنا 80 زائد 89 أيوة و80 جميل، يبقى هنا ال 80 هتظل كما هي لأن الصفر بيظل كما هو في الأعداد المتناغمة. طب والتسعة؟ التسعة هتصير 10 ونزودها على 10، نزود على 80، 10 زودناها على 80 فالعشرة صارت كام؟ 90، الله جميل، يبقى التقييم في الأعداد المتناغمة ال 80 هتظل 80 أيوه، وال 89 تصير 90، يبقى هنسمع بقى، هنجمع لحد مع لحد، 0 زائد 0 0، طب 8 زائد 9 8 زودنا عليهم 9، الله 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 أيوه 17 بطل. طيب يصير الناتج كام؟ الله 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 بطل، أنت بطل الأبطال، 170 صح، إجابة صحيحة. هنا 48 زائد 29 ايوه، ال 8 يا استاذ هتبقى في الاعداد المتناغمه هتصير 10 نزودها على 40، 10 على 40 صارت 50، جميل جدا. طب وال 9 هتصير 10 هنزودها على ال 20 صارت 30، جميل جدا ممتاز جدا. يبقى في الاعداد المتناغمه ال 48 هتصير 50 وال 29 هتصير 30، يبقى 50 زائد 30 كام؟ الله الله 0 زائد 0 0 و5 زائد 3 ايوه 8، الله يبقى الناتج كله كام؟ الله 80 80 الله الله. جميل جدا جميل جدا. ها نيجي بعد كده اقدر مجموع المشاركين في سباق قطع المسافات في الجدول الادنى. نشوف هنا عندنا هنا ساعة الانطلاق كان في سباق الساعة 9 وسباق سباق آخر الساعة 10 الاثنين صباحا. طيب سباق الجري كان في سباق للجري وسباق للمشي. طب سباق الجري اشترك فيه كام؟ الله عدد المشاركين في سباق الجري 79. طيب وعدد المشاركين في سباق المشي 51. عاوزين بقى نشوف بقى ايه؟ عاوز ايه هو التقدير؟ اقدر يبقى هنقرر. طب ال 79 تقريبا كام؟ الله التسعة كريمة، هتعطي 7 1 تصير 8 يبقى صار 80 صح. طب وال 51 الواحد الاخير يا استاذ ما هي؟ يبقى الخمسه تظل كما هي، يبقى ال 51 في تقريبا 50، جميل جدا. يبقى انا هقول هنا ايه بقى؟ تقدير عدد المتسابقين المشتركين في المهرجان الرياضي الصيفي يساوي كام؟ 70 يساوي 80 79 79 ها تقريبا 80 وال 51 تقريبا 50، يبقى نجمع بقى 0 زائد 0 0. طب و8 زائد 5 الله 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 8 زائد 5 كام؟ ايوه 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 بطل 13، يبقى الناتج كام؟ الناتج كام؟ الله الله عليك بطل الابطال انت، ايوه كام؟ ايوه صح انت صح 130 صح، اجابه صحيحه اجابه صحيحه. السؤال اللي بعدها ما التقدير المعقول لعدد الذين حضروا لمشاهده المعرض الفني؟ عندنا عدد الحضور لمشاهدة المعرض الفني يوم الأربعاء ويوم الخميس، طب يوم الأربعاء كام؟ 62 ويوم الخميس
92 هو عايز التقدير يبقى نقرب. ال 62 تقريبا كام؟ ايوه ال 60 بخيل يا استاذ مقطعتي. ايوه ما انا فاهم، يبقى تقريبا كام؟ ايوه تقريبا 60. طيب وال 92 كذلك اللي كان بخيل يا استاذ مقطعتي، يبقى تقريبا كام؟ الله الله 90. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا جميل جدا هو، يبقى هنقول 60 يبقى تقريبا ال 62 تقريبها 60. طب وال 92 تقريبها 90، نجمع بقى 0 زائد 0 0. طب 6 زائد 9، 6 زائد 9 كام؟ ها ها جميل، الله 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 بطل 15. يبقى الناتج كله كام بقى؟ 60 زائد 90 الناتج كام؟ الله الله بطل الابطال انت والله، الله ما شاء الله. 150 اجابه صحيحه، 150. ممتاز ممتاز. مسائل مهارات التفكير العليا، مسائل مهارات التفكير العليا، مساله مفتوحه باستعمال كل من الارقام 1 و2 و3 و4 مره واحده. ايوه نعمل ايه؟ اكتب عددين يتكون كل منهما من رقمين. طيب ايه تاني؟ بحيث يكون تقدير مجموعهما اقل من 5، اقل من 50. يعني عاوز من الاعداد ديت نكون عددين بس كل عدد يكون مكون من رقمين، خلاص. ويكون في التقدير بتاعهم التقريب بتاعهم كام؟ الله الله يكون اقل من 50. يبقى هقول كام؟ الواحد هناخده مع الاربعه هنقول 41، لا يبقى ناخده ايه؟ يبقى 14. الواحد مع الاربعه يكون 14. طيب والاثنين مع الثلاثة نقول 32 أو 23، صح الاثنين صح. يبقى اهو هنقول اهو اهو يعني ايه الواحد مع الأربعة نعملهم منهم 14 زائد 32 تصير كام؟ الله 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 الاثنين مع الثلاثة تصير 32. نقرب بقى ال 14، ال 4 أساس بخيلة ما طلعت الواحد تصير أيوه يصير 10، يبقى تقريبا ال 14 10. طب وال 32 الاثنين كذلك بخيلة يا أستاذ ما طلعتي الثلاثة في العشرة تبقى ايه؟ تصير 30. يبقى هنا يبقى ال 32 تقريبها 30، يبقى هنقول 10 زائد 30 كام؟ الله 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 ايوه ايوه كده ممتاز صح 40 صح صح ايوه 40. هذه ال 40 اقل هذه ال 40 اقل من ال 50؟ ايوه اقل من ال 50، يبقى كده اجابته صح 100 100. وممكن تسوي اي اعداد من عندك ان شاء الله. جميل، هنا بقول لك اكتشف الخطا، اكتشف الخطا. قدر كل من علي وعمر، ادوات علي ولاد العمر ماشي، ناتج 26 زائد 47، فمن منهما اتبع الطريقه المناسبه لايجاد الناتج التقديري؟ يبقى عايز الناتج التقديري الناتج التقريبي. طب نشوف هنا اول واحد علي، علي عمل ايه؟ كتب هنا 26 تقريبها 30 صح؟ صح، لان الست يا استاذ تحت للاثنين واحد لانها كريمه تبقى تصير 30 صح. طيب وهنا 47 تقريبها 50 صح؟ نشوف كده ايوه صح. ليه؟ ليه؟ لان السبعه كريمه وستدي للاربعه واحد تصير 5 يصير 50. ممتاز ممتاز، يبقى هنا قرب صح. نجري الجمع بتاعه 30 0 زائد 0 0. طب 3 زائد 5 كام؟ ايوه 8. يبقى هنا الواد علي صح، علي كده صح. طب جميل، عمر عمر نشوف عمل ايه بقى؟ عمر عمل ايه؟ 26 زائد 47، قال لا ده ما قربش. يبقى علي هنا خطا، ما قرب. طالما ما قربش يبقى خطا، امال اعمل ايه؟ ده جمع عادي. 26 زائد 47 صارت 73، ازاي؟ ان قال لك 6 زائد 7 13، 3 معانا الواحد، الواحد على الاثنين صارت 3، 3 زائد 4 7. بس انت خطا، انت جمع صح وعامل كله صح بس هو خطا. ليه؟ لانه عاوز التقدير، عاوز الناتج التقديري، اما هذا جاب الناتج او الجواب الدقيق. اما مني ايوه، اما علي هو اللي اجاب اجابه صحيحه. جميل 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 اهو. هنا علي 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 هو الذي اجاب اجابه صحيحه لان عمر لم يستعمل التقدير. علي اجاب اجابه صحيحه لان عمر لم يستعمل التقدير. جميل جدا جدا، مع بعض اكتب. اصف موقفا من الحياه يكون فيه استعمال التقدير لإيجاد المجموع طريقة غير مناسبة. بيقول لك أصف موقفا في الحياة يكون فيه استعمال التقدير لإيجاد المجموع طريقة غير مناسبة. يعني عاوزين حاجة في الحياة كده لو استعدلنا فيها التقدير تكون غلط، ما تكون صح. مثال معانا اهو، بيقول لك لدينا ثلاثة أطباق في كل طبق أربع بيضات، كم بيضة في الأطباق الثلاثة؟ لو احنا استخدمنا التقدير هيطلع صفر، هيطلع صفر، لأن الثلاثة تقريبها صفر، طب والأربعة الأخرى تقريبها صفر، يبقى إذا ما هيجي معانا الناتج صح.
يبقى إذن هذا مثال لأن التقدير فيه غير مناسب، التقدير فيه غير إيه بقى مناسب. أما لو إحنا جيب بقى ثلاثة أطباق فيها في كل طبق أربعة بيضات، يبقى كام؟ يبقى كل طبق إيه؟ يبقى كل طبق أربعة زائد أربعة زائد أربعة يكون 12 إيه؟ بيضة. يكون 12 إيه؟ بيضة، اثنا عشر بيضة. أما لو استخدمنا التقدير هيطلع عندنا صفر، يبقى الناتج بتاعنا كده خطأ وجاوي، والتقدير استخدامه غير مناسب. هذا ونكون قد انتهينا من الجزء الثاني من شرح درس تقدير نواتج الضرب وحل مسائل التضرب وبقية مسائل الدرس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.